الحقيقة الإحكام دايما في تنظيم البطولات المختلفة شيء مش مختلف على الدولة المصرية من نواحي عدة. المرة دي بطولة شمال إفريقيا للكاراتيه نظمتها مصر بمشاركة 6 منتخبات بعد نجاح ملحوظ وإشادة عالمية بالتنظيم للبطولات المختلفة في الفترة الأخيرة. البطولة شافت منافسة قوية بين الفرق وتم توفير كل سبل الدعم والراحة للوفود الإفريقية في نجاح البطولة دي. عشان نعرف تفاصيل اكتر معانا على التليفون الكابتن حسام عجور نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه. صباح الخير عليك يا كابتن. صباح الخير يا فندم، كل سنه طيبين. وحضرتك طيب وبخير. قبل ما نتكلم معاك طبعا عن نتائج البطوله وتمثيلنا في هذه البطوله، عايزين نتكلم عنها بشكل عام وتعرفنا مزيد من التفاصيل عنها. بطوله شمال افريقيا دي جزء من يعني من اسمها افريقيا لقطاعات، احنا في الشمال الافريقي معانا ليبيا، معانا تونس، معانا الجزائر، معانا المغرب، ومعانا موريتانيا. اللي حضر مثل الدول الموجوده دلوقتي هم 4 دول: مصر، ليبيا، تونس، المغرب. دول اللي موجودين دلوقتي. مصر اشتركت بحوالي 380 لاعب ولاعبه، يعني 5 منتخبات كده يا فندم. 5 منتخبات. نعم فندم، 5 منتخبات مشاركين في هذه البطولة، مظبوط؟ واخد بال حضرتك. مصر اشتركت بحوالي 380 لاعب ولاعبة، لأن طبعا هي موجودة على أرض مصر، فكانت فرصة للاعبين المصريين إن هم يشاركوا طبعا ويكتسبوا الخبرات. الحمد لله مصر وفرت كل الإمكانيات المطلوبة علشان البطولة تقام بشكل كويس، رغم إن كان فيها بعض الحاجات يعني اللي عكرت الصفو شويه، لكن بصفه عامه كانت الدنيا كلها كانت مظبوطه وتمام التمام وما كانش فيها اي مشاكل. ايه ابرز المنافسين اللي واجهناهم في البطوله دي وازاي تعاملنا معاهم؟ ده كان المغرب وتونس من اقوى المنافسين اللي موجودين عندنا. الجزائر طبعا من المنتخبات القويه جدا، بس ما فيش حد جه من الجزائر. واخد بال حضرتك، لكن عادة هم دول أقوى، وهو مصر، الجزائر، تونس، المغرب، دول أقوى المنتخبات الأفريقية بصفة عامة، طبعا على رأسهم مصر الحمد لله. وإيه النتائج اللي احنا حققناها يا فندم؟ الميداليات متنوعة كتيرة، بقول لحضرتك كده احنا مشاركين ب 380 لاعب ولاعيبة، فالميداليات اللي احنا محققينها كتير. طبعا ما فيش وجه مقارنة بين العدد اللاعبين المصريين المشاركين لأنها على أرضنا وفي مصر وبين المنتخبات الأخرى، فالحصاد كله لصالح مصر طبعا، ميداليات من ذهب وفضة وبرونز، ميداليات. احنا خدنا أكبر عدد يعني يا كابتن، مظبوط؟ طبعا طبعا يا فندم. طيب الفئات العمرية اللي بتشارك يا فندم قد إيه؟ نعم فندم، الفئات العمرية. لا ده اتفتحت يعني من 10 سنين لغاية الكبار. فكل الفئات العمريه كانت مشاركه. ازاي بيستعدوا يعني يا فندم لبطوله مهمه زي دي؟ نعم فندم، ازاي الشباب والاطفال بقى، حضرتك بتقول 10 سنين كمان، ازاي استعدوا لبطوله كبيره ومهمه زي دي؟ طبعا هي الموضوع بيبقى عايز يعني نوع من انواع الخبره والاعداد والتنظيم الجيد علشان الاعداد الكبيره وعلشان الاولاد الصغيرين واولياء امورهم، لكن الحمد لله تم اجتياز، لان مصر دلوقتي بقت عندها خبره كبيره في تنظيم البطولات الدوليه من 2015 واحنا بننظم بطولات دوليه، بس الفتره اللي فاتت تم التركيز قوي على البريمير ليج والسيريس ايه اللي احنا عملناهم، فكانوا يعني لدرجه ان الاتحاد الدولي اثنى لمصر بطوله العالم 2025. يعني الحمد لله التاريخ المصري مشرف في تنظيم البطولات وانجازها. وكان يعني حاجات كلها اشاد بها الاتحاد الدولي والحمد لله، فعشان كده دايما الاتحاد الدولي بيلجا لنا في البطولات الدوليه. هي دي اول مره ننظم فيها بطوله شمال افريقيا ولا تم تنظيمها؟ اول مره ننظم فيها بطوله شمال افريقيا، بس عشان برضه ابقى واقعي معاكي، هي مش بطوله بالحجم الكبير يعني زي البريمير ليج والسيريس. البريمير ليج دي الدوري العالمي، دي من زي بطوله العالم كده، كل سنه بتتعمل في مصر في من يناير لفبراير. دي طبعا حجم ضخم غير شمال افريقيا. شمال افريقيا دول 4 منتخبات او 5 اللي بيشاركوا فيها على حسب حجم المشاركات، لكن مصر نظمت بطولات اكبر بكده بكتير.
طيب جميل، ايه البطولات اللي جايه؟ احنا دايما عندنا كل سنه في بريمير ليج لازم بتتعمل، واحنا قدرنا نثبتها يعني قبل كده ما كانش بتتعمل في مصر من سنه 21، واحنا خلاص البطوله دي بقت موجوده عندنا، عملناها اول مره سنه 21 وابتدت بقت موجوده عندنا كل سنه. دي بطوله اساسيه. يعني ما فيش دول في كتيره في الاتحاد الكاراتيه، في الاتحاد الدولي للكاراتيه، عندها بطوله ثابته غير مصر وفرنسا واسبانيا، دول اللي عندهم ثلاث بطولات ثابتين، احنا من واحده منهم. طب ده كويس جدا. طيب ده شيء جميل يعني يا كابتن حسام. طيب حضرتك اتكلمت عن استعدادات مصر لتنظيم البطوله دي، لكن انا عايز اعرف اللعيبه نفسها بتستعد ازاي؟ اللعيبه بص حضرتك، في جزء منتخبات وفي جزء بيبقى معد في الانديه. الاعمار السنيه الموجوده عندنا في المنتخبات طبعا بتعد وبتجهز من خلال جهاز المنتخبات القوميه ومن خلال مدربين المنتخبات. الاعداد المشاركه المره دي كلها اكبر من حجم المنتخبات بتاعتنا، فبالتالي الاجهزه الفنيه بتاعت الانديه بقى هي اللي كمان مشاركه، ودي شيء كويس للمدربين، حتى يعني المدربين بياخدوا خبره طبعا، بياخدوا خبره وبيكتسبوا خبره الملاعب وازاي يعدوا اللاعب للبطوله الدوليه، وكون ان هم يندمجوا ويتعاملوا في بطوله دوليه دي في حد ذاتها بتعتبر خبره للمدرب بتضيف له كتير. طيب الكاراتيه لو بقت لعبه في الاولمبياد ان شاء الله في النسخه اللي جايه كده نضمن ان شاء الله ميداليات بمستوانا؟ الكاراتيه المصري متفوق، يعني مش عايزه كلام، يعني حتى حضرتك شفت الاولمبياد اللي فاتت لما كانت تمام، كانت اختياريه في الاولمبياد اللي فاتت، كانت يعني طبعا بحكم ان اليابان كانت هي المستضيفه الاولمبياد عندها، فبيبقى من حق الدوله المضيفه انها تختار رياضه تدخلها في الاولمبياد. فطبعا اليابان هتختار الكاراتيه، فكنا احنا موجودين الحمد لله. الكاراتيه زي ما ساعتك شفت جبنه ذهبيه وبرونزيه، خبر حضرتك من خمس لاعبين، يعني عندنا خمس لاعبين راحوا يشاركوا في الاولمبياد، جابوا الخمسه، واحده منهم ذهبيه بتاعت فريال اشرف وواحده برونزيه بتاعت جينا فاروق. فالكاراتيه لا، الكاراتيه بالنسبه للمستوى الدولي محترم وواثق من نفسه ويعني واقف على رجلين ثابته. صحيح، ومصر محققه فيه مراكز كبيره وميداليات كثيره قبل كده. احنا بنشكر حضرتك يا فندم كابتن حسام عجوره، نائب رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.